قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. صحيح الجامع. ولكن يرسل عليه قفك تذكر مشكري وأن أمها تعلني إلهي أمها تعلني إلهي أمها شكرني حليها يا أمها تعلني ولها إيجار القبتين أيك أسيني كنك سبسكراي وأني كما تعلني الله إذن فضيلة عربيين الله إذن بركيه محايا واحد لغتين كوي إيجار بستاقة وإيجا أسيني كن سبسكراي ما عند هاي سنين بلوي بكار كن لكن ما تريدك يا سبب ولا قضي إن أنا قال كن كسبسكرايب هاي اللي هي هاي واتكم أتسنتين بقول كيف بقول واتكم أتسنتين وحنا عدد ولا لا مسلمين وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان اسكو سما الفرق واسكو عاوية سما فلكا يوناجا يا الله كعبسي هلا اسكو عاونينا حمانتا يا علاتا يا ذنبك واتكما سنتين انت اقرب قوتين يا انت اقرب قوت دونتا طمانتا ويكما سنين ما تروحان قابعي كن سبسكرايب إن شاء الله وحنا جينا إلى الجامع كل واحد كبر وحنا خلطين لنا في شرطة في آذين وحنا صحينا إلى حق سبكار وحنا إما تعلينا يا مولاكينا عبد الرشيد عبد القادر يعقوب وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.